كانت البداية. أبو ظبي، سكاي نيوز عربية، أفق جديد في 6 مايو 2012 بإذن الله. ولكي تكون البداية قوية، كان من الضروري أن تكون سكاي نيوز عربية حاضرة في أهم عواصم القرار العالمية، واشنطن، خاصة وأن انطلاقة القناة جاءت قبل أشهر قليلة من أهم إن لم تكن أهم انتخابات العالم، الانتخابات الرئاسية الأمريكية. التغطية المباشرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية. أحداث كثيرة شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية على مر السنوات العشر الماضية، كانت سكاي نيوز عربية وفريقها حاضرين لتغطيتها من مختلف المواقع ومن قلب مركز القرار. من العاصمة واشنطن، استضافت سكاي نيوز عربية خلال العقد الماضي أبرز صناع القرار الأمريكي. وأهم الشخصيات الدولية من منبر الأمم المتحدة. ورغم أنها تتصدر الأخبار اليومية العالمية، لم تنحصر تغطيات سكاي نيوز عربية من أمريكا بالملفات السياسية فقط، فكان فريقها يتنقل بين مختلف الولايات بحثاً عن قصص فريدة تعكس الواقع الأمريكي، وقصص نجاح عربية حصرية شقت طريقها بين أهم المؤسسات الأمريكية. فريق متميز كان حاضراً في مختلف الأحداث بصرف النظر عن صعوباتها اللوجستية والإنسانية. عدسة الزميل مهيمن نقلت أهم هذه الأحداث طيلة السنوات العشر الماضية. بالنسبة لمهيمن الذي راكم خبرة ميدانية هامة في التصوير الصحفي، للعمل هنا طابع خاص. اللي يميز العمل هنا خاصة بالولايات المتحدة إنه كل شيء صحيح بالعالم ينعكس علينا، فإحنا لازم إنه نلحق المصدر للأخبار اللي تصير هنا، فلأنه التزاحم الأخبار اللي تطلع من البنتاغون، تطلع من وزارة الخارجية، أو تطلع من البيت الأبيض، فسرعة الإنتاج داخل الولايات المتحدة ممكن هي تكون الأسرع بالعالم. عشر سنوات تضاعفت فيها الأحداث على الساحة الدولية، واشنطن دائما في قلب الحدث إن لم تكن الحدث ذاتها. وهذا ما يتذكره الزميل أسامة الذي كان من أوائل المنضمين لفريق سكاي نيوز عربية. ففي هذا المكان عشنا يوما عصيبا في 6 يناير من عام 2021 لم تشهد البلاد مثيلا له في تاريخها. نقل فريق سكاي نيوز عربية تفاصيل ذلك اليوم لحظة بلحظة، رغم المضايقات والاعتداءات التي كانت تهددها. طول هذه الفترة، طول هذا مسافة الانتقال من الموقع الذي نقف عليه اليوم إلى الكونغرس، الكاميرا كانت مفتوحة، جهاز الإرسال أيضا كان مفتوح، والصورة تصل إلى المنطقة. وتمكن مختلف الزملاء من نقل الأحداث بسرعة ودقة كبيرتين من قلب الحدث. المهنية ذاتها رافقت كل التغطيات في الولايات المتحدة، رغم أن الصعوبات كانت تزيد يوما بعد آخر، بدءا من الوضع الأمني الذي فرض تضييقات كبيرة في عدة مناسبات. في ظل تساؤل الأمريكيين عن موعد عودة عاصمتهم، وصولا إلى كورونا التي أوصدت أبواب التواصل الإنساني وغيرت ملامح البلاد بل والعالم. ومع ذلك لم تقف عجلة الإنتاج، بل زادت وتيرته بانضمام زملاء جدد فرضت خبرتهم وكفاءتهم مكانتها سريعا داخل أروقة الإدارة الأمريكية.
الطرق المؤدية إلى المناطق. وظهرت من خلال قصص نقلوا تفاصيلها من مختلف الولايات باختلاف أوقاتها وحالات طقسها، بل وحتى الكوارث التي ضربت بعضها في كثير من الأحيان. على ما توفر لديهم حتى تفك العزلة عنهم. أهلا بكم في حلقة جديدة. تسع نطاق التغطية بزيادة الأحداث اليومية، فكان لزاما أن يتسع إطار الصورة لتكون أكبر وأوضح. إسكانيوز عربية توسعت خلال الفترة الماضية في واشنطن، سواء من ناحية الإمكانيات البشرية والإمكانيات التقنية، أضافت عدد من الكوادر الصحفية المؤهلة والتي أثبتت خلال التجربة في الفترة الماضية من تغطيات مختلفة أنها قادرة على مواكبة هذه التطورات وهذه الأحداث ونقلها بالسرعة وبالدقة اللازمة للمشاهد في العالم العربي. أيضا هنالك تحديث على مستوى البنى التحتية وبالنسبة للإمكانيات التقنية كذلك. الزميل أبو بكر من الصحفيين الأوائل الذين انضموا لسكاي نيوز عربية عند التأسيس، عمل في مختلف الأقسام والدول كمراسل ميداني، توليفة تجعله يرى ما يتطلبه العمل الصحفي في الولايات المتحدة وما ينتظره المشاهدون في العالم العربي بشكل أفضل. لأول مرة بينما لم تشهد السنوات الماضية التحديات والضغط المتزايد الذي تفرضه الأحداث اليومية في الولايات المتحدة والعالم فقط، رغم أن التغطيات قد تمتد أحيانا أياما وأسابيع، بل لحظات طريفة جمعت فريق عمل سكاي نيوز عربية، بعضها تمكن المشاهد من رصدها على الهواء مباشرة. Oh my God. لعلمك على الفلاتر والفنتقات. أمين السريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.